السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة القول الفصل بصحيح البخاري وكتب السنة بالبيان والتبيان من القرآن الكريم. أحباب الله، كثر التطاول على كتب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من جميع الناس، بلشوا يدقوا في مين؟ في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مدة، يعني مش قليل، بس صاروا يزيدوا كل ما لهم بيزيدوا، حتى آخر الأمر صديقي ألي صديق أنا اسمه إله محطة اسمه قناتها هو المهدي المنتظر، نزل شريط إنه كل الكتب الصحيحة كلها إيش؟ الكتب هاي ضد القرآن ولا يجوز التمسك فيها، كلها خدع ومن الصهاينة وأبصر إيش، وجايب لي ناس والله ما بساووا قشة بصل بيحكوا عن كتاب صحيح البخاري. واحد رجل مش معروف أصله من فصله، وامرأة مسترة لا 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 لابس حجاب ولا ما يحزنون، وجايب لك واحد عراقي والله ما احنا عارفينه شيعي يهودي صهيوني، كلهم قاعدين بتهجموا على صحيح البخاري وكتب إيش الحديث. أنا بدي أبين لكم الحق من الباطل، وكيف الواحد يكون مؤمن ولا بتضيع والله عليكم يا أحباب الله. من صدق أقوالهم خسر الدنيا والآخرة. صحيح البخاري، البخاري رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، رجل قضى عمره كلياته في البحث عن الأحاديث، بس لكنه اخترع طريقة جديدة غير الطرق اللي قبليه، كل كتب الأحاديث اللي قبلي طريقته مختلفة عن طريقة البخاري. البخاري رحمه الله ما كان يطلع على الحديث ذاته، كان يدور على أمور، منها أهم الأمور أول شيء أنه هل الرجال رواة الحديث، اخترع علم اسمه علم الرجال. أول شيء مهم جدا عنده كان هل الرجال الذين كانوا يقولوا الحديث صادقين، هل عليهم نقاط استفهام، هل أثبت يوم الأيام عليهم الكذب أو الدجل أو الكفر، يعني بحث عن صدق الرجال إنه رجل صادق ولا كذب. رقم اثنين، بحث إنه هذا مثلا، خلينا نقول نفرض إنه أنا جدي اسمه علي مثلا وأبي اسمه أحمد، حكى عن علي عن أحمد عن عماد، وأحمد اللي هو أبوي لم يعيش مع أباه علي إلا 5 سنوات، يعني علي كان متوفي بعد ما جاب أحمد 5 سنوات ثم توفى. فهنا صار البخاري صار يقول طب كيف هذا أخذ حديث عن هذا الرجل، وهذا الرجل كان متوفي وكان عمره 5 سنوات، أو هذا الرجل ما عاصر هذا الرجل، هذا الرجل توفى قبل هذا الرجل، يعني كان يدور هل في صلة تواصل بين الرواة كانوا عايشين وتعاشوا واختلطوا مع بعض في زمن معين وكانوا واعيين وراشدين ولا لا. فكل حديث كان يلاقي فيه الرجال كاذبين يقيموا، كل حديث كان يلاقي إنه ما في صلة بين الرواة، انه في فجوة من الزمن ما كانوا موجودين مع بعض فيها، يعني هذا توفي في السنة هاي وهذا ولد في السنة بعد وفاة هذا الرجل او كان عمره صغير، كان يلغي الحديث. ثالثا، ما كان يحط حديث في صحيح البخاري الا اذا اجى من جهتين او اكثر، يعني جهتين مختلفتين، يعني اجى من رواة مختلفين عن بعض، مثلا حكى حديث واحد عن فلان عن فلان عن فلان، ثم رأى حديث مشابهه يعني مختلف بالكلمات بس نفس المعنى من جهة مختلفة فوضعه بصحيحه. ما كان البخاري يدور رحمه الله على المضمون الحديث ذاته، كان يدور بس على علم الرجال، لأنه اللي قبليه كلياتهم كانوا يدوروا على المضمون، مثل مالك بن أنس موطع مالك
وغيره من العلماء اللي كانوا قبلي قبل إيش البخاري. إجا مسلم أخذ خطوات البخاري. فهمت علي أحباب الله؟ عشان خلي إجا هسه مثلا نيجي على الحديث. هسه إجا الألباني في عصرنا رحمه الله وتوفى، صار يصحح الأحاديث. ليش؟ لأنه البخاري فتح باب علم الاجتهاد، إنه اجتهدوا بالأحاديث يا مسلمين يا علماء المسلمين، بس مش أي الله واحد اجتهد. فوضع الأحاديث البخاري حتى لو كان فيها المضمون مش موافق رأس البخاري وضعه، بس المهم بيّن علم طريق جديد في العلم. هسع العلماء اللي بيجوا بعدين صاروا يبحثوا عن علم الرجال ويأخذوا ما طريقة البخاري ومسلم رضي الله عنهم، الله يرضى عنهم ويعطيهم جزاء أكبر الجزاء، ويأخذ طرق الإيش الحديث مضمونه، يعني الكلمات اللي كانوا كل العلماء قبل البخاري اللي ماخذينه. هسع فيه بقدر الواحد يجتهد إذا كان من علماء القرآن والأحاديث، بيجتهد بصير يعرف هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح من جهتين الطريقين هذولا. فهمت علي أحباب الله؟ هسع ما في عالم من علماء الأحاديث أقسم بالله العظيم وقال إنه كتاب صحيح البخاري أو مسلم أو الترمذي أو مسند أحمد أو موطئ مالك إنه منزل زي القرآن الكريم. فيش كتاب محفوظ إلى القرآن الكريم. أما الكتب الباقية يقول لك تلاقي فيها أخطاء. فليش على صحيح البخاري؟ أخذوا أكمل حديث وقاعدين بخوضوا بعرض البخاري وبكذبوا بالبخاري وبكذبوا في كتابه وبدهم يزوروه، ونفس الشغلة بسووا العلماء الباقين. إذا إحنا سمحنا لهم معناته دمرنا السني، دمرنا كل شيء إجانا من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نحن مش راح نعرف نصلي ولا راح نعرف نزكي ولا نحج ولا نعرف شو أنواع الصلوات كلها. مثلا يا أحباب الله، هسه لو أنه الصلاة مزورة زي ما بدعوا بعض الناس، ومنهم صاحبنا تبع قناة هاو المادي، مثلا تعال على الأردن المغرب الجزائر السعودية مصر غيرها غيرها، أكثر من 1.5 مليار واحد بيصلي نفس الصلاة. طب لو زورت هاي الصلاة، مش إحنا تورطناها عن أبائنا؟ كان بنلاقي الصلوات بتختلف من واحد لواحد، بس كلياتنا بنصلي نفس الصلاة. إذا أبائنا أخذوا عن أجدادنا اللي إحنا أخذناه توارث، ولا كان الصلاة كل واحد يصلي على كيفه؟ كلياتنا بنترجع على القبلة، كلياتنا متفقين على عدد ركعات الصلوات، كلياتنا متفقين على كيف نصلي، بنقرأ الفاتحة وسورة أو آيات، كلنا متفقين على الركوع وعلى السجود وعلى لما يرتفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد، ثم بالسجود ثم التشهد ثم الصلوات الصلاة الإبراهيمية ثم السلام. معقول يكون هالمليار ونص أو 1.8 مليار بني آدم كلهم على خطأ؟ اجتمعت الأمة على الأمر هذا؟ طيب يا عمي اللي بيقول الصلاة مزورة، طيب ورجينا كيف نصلي، ورجينا عدد الركعات، بينا الصلاة. والله لن نستطيعه، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام وعلم الصلوات وأوقاتها وكيفيتها، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإحنا بنصلي كما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنيجي إحنا نلغي كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم كل الكتب السنة؟ والله لن نستطيع كيف نعرف نصلي. مين علمنا صلاة الضحى وصلاة الاستخارة والاستسقاء وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الخائف ومليون صلاة؟ نكذب على بعض إحنا؟ ليش نكذب أكبر العلماء اللي اجتهدوا طول حياتهم؟ ترك أمه ووطنه، هذا البخاري حياته من هو طفل صغير ولا حتى توفى وهو غايب عن بلده. شو أخذ منه؟ شو بده يأخذه؟ ولا أخذ مال ولا جاه ولا سلطان؟ عمره ما مديته لحدا، دائما بعطي الناس. وكذلك مسلم وكذلك باقي العلماء. بيجوا ناس والله أجهل من هيك ما شفت، واحد له
ماشي على الدين تطلع عليه بتفلسف اللي جابه هذا ها هو المهدي قالت ها هو المهدي المنتظر رجل واحد قسما بالله ما بعرف شو معنى الإسلام وامرأة جاهلة أجهل منه كل من صدق الكلام والله إنه جاهل وبنقول على حجة من دافع القرآن الكريم لا والله ما هو دافع القرآن إحنا بنحط بالرسالة الإسلامية اللي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام يا أخي علمون الزكاة كيف تزكي بمالي أنا وين موجودة بالقرآن لا تقول لي القرآن فيه تفسير كل شيء مظبوط القرآن فيه تفسير كل شيء بس تعال أنت طلع لي شو تفسير كل شيء القرآن نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين للناس لتبين للناس ما أنزل إليهم لولا الرسول بينا والله ما بنعرف فلا ليش نتكبر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بنلاقي خطأ أو خطأين أو عشرة من ملايين الأحاديث وننكرها أحاديث ذكر أذكار الصباح والمساء شوف فيها أخطاء بتقربك إلى الله سبحانه وتعالى أحاديث أكبر الكبائر أحاديث أشراط الساعة إذا أنت ما مش عامل بالأحاديث طب أعطينا المسيح الدجال وأحاديثه المذكورة في القرآن الكريم في ناس أنكرتها وأنكروا نزول سيدنا عيسى بن مريم وأنكروا المهدي أنا بيّنت المهدي من القرآن الكريم بس أنا مؤمن حتى لو ما وجدته في القرآن الكريم إنه حديث الرسول حقه وما في ذرة شك فلا تتكبروا على حديث الرسول يقولوا إحنا مؤمنين بالرسول اللي مؤمن بالرسول مؤمن لازم يؤمن بأقواله وهسا أجيب لكم دلائل من القرآن الكريم بس أنا قاعد بشرح لكم وين الخطأ أنا بنفسي وجدت بعض الأخطاء في صحيح البخاري أضرب لكم حديث حديث الشفاعة لما بيجوا الناس يستيقظوا من البعث بركضوا على آدم يا آدم اشفع لنا عند ربنا بقول نفسي لقد عصيت ربي أكلت الشجرة روحوا لنوح بيجوا لنوح بقول نوح نفسي لقد عصيت ربي دعيت الله على قومي مع أنه هي ما هي موجودة دعاء مش لازم نحسب عليه أنا بقول لكم هي القرآن الكريم أجيب لكم دلائل إبراهيم من القرآن الكريم وأنتوا احكموا إن القرآن بخالف هذا القول بس مش معناته الحديث مزور لا أصبر عليها سببين لكم شاب عليك دقيقة واحدة طيب سورة هود 36 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الحديث بيقول لك أنا دعوت على قومي هاي الآية تقول له إنه الله أوحى لسيدنا نوح إنه مش راح يؤمن حتى خلاص لو دعا عليهم لا تحسب عليه بس شو اللي بحسب عليه يمكن الراوي مسي تخربط شو الآية؟ سورة هود 46 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين لما سأل إنه ابني من أهلي ورب العالمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إذن هالرجل هذا اللي ذكر الحديث حديث طويل جدا اتخربط الإنسان اللي يكون فيه عنده شوية مع المرور بالزمن أو اللي نقل الحديث للحديث بين خطأ بسيط صغير وهو مش خطأ حديث كامل كله صح بس في كلمتين زي هذول هو معناته أنه ألغي صحيح البخاري عشان اكتشفت أنه نوح ما بيحاسبه الله سبحانه وتعالى لأنه ما دعا لأنه دعا على قومه خطأ بسيط اللي ذكر الحديث أخطأ أو نسي عشان هيك بتلاقوا أحاديث ممكن أستعرضوا صحيح البخاري طريقته في إلقاء الحديث عنده مليون حديث كان مئات الآلاف اقروا حالاته وتاريخه بس اختار منهم 6000 أو شوية حديث وحطهم وفي منهم أحاديث مكررة انتوا عليه أحباب الله هذا رجل لازم إحنا كل ذات ندعي له نقول اللهم جزاه الله كل خير عنا وعن أمة محمد ما نهاجمه
لأنه في حديثين ثلاثة ما عجبونا، مثل حديث أنه في آية، آية نسخت اللي هي إيش، العجوز والعجوز إذا زنوا أخرت المعزة، ما فيش إلا قاعدين بيجمعوا عليها، أو رضاع الكبير قاعدين بيجمعوا عليها. وقلت لكم هاي الرضاعة الكبيرة هذا أمر بخص الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى له، سمح به الحالة، حالة خاصة. تيجوا أنتوا تنكروا كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن مسعود كان يفكر المعوذتين مش من القرآن الكريم، لأنه هل نزل القرآن كله ابن مسعود قاعد عليه رضي الله عنه؟ ما كان قاعد. في كثير ناس لما غضب علي عمر بن الخطاب لما قال لنا محمد مات عليه الصلاة والسلام، رفع سيفه وحكى اللي بحكيه بتقطع راسه، حكى له سيدنا أبو بكر وما محمد إيش وما محمد الرسول قد خلق من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ذكروا في الآية صح سيدنا أبو بكر. مش شرط الواحد إنه يكون الصحابة مش كاملين، مش معصومين عن الخطأ. إذا أخطأ سيدنا أبو المسعود، إذا هذا الكلام صحيح، هو بظن أنه ما سمعهم، فكان يفكرهم نوع من أنواع الاستعاذة بالله، أنه كيف واحد كان الرسول يقول أعوذ بالله الواحد الأحد، فكرها نوع من أنواع الاستعاذة. بس لما جوا الصحابة عليه وبينوا نزل القرآن وفي شهود عليها، ولا كيف أننا نحن أنزلنا هذا الذكر للحفظ حفظه، هاي القرآن قدامنا محفوظ. عشان هذول بس الدلائل هاي نمحي كل الحق من الحديث. الحج أنا كيف بدي حج يا عمي؟ كيف بدي أطوف؟ شو عرفني شو الحج؟ كيف بدي أطوف سبع طوفات حول الكعبة؟ ليش مهم الثمانية أو خمسة أو عشرة؟ والصفا والمروة نفس الشغله، ورمي الجمار ليش ما أرجم سبعين حجر برجم الواحد؟ ليش ما أرجم 69 50 40 30؟ وين الرجل مذكور؟ لولا الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، والله ما بنعرف أصلا من أجلنا. هاي القرآن قدامنا، أنتوا اللي بتعملون القرآنيين وبتآمنوا القرآن فيه كل شيء على راسه وعيني، بس الرسول صلى الله عليه وسلم إجا يبين لنا ما خفي عنا من القرآن. مش أي واحد بقدر يعرف القرآن الكريم. قديش في واحد بقرأ القرآن الكريم؟ في ناس بقروا صاروا 50 سنة وكل يوم بكتشفوا شيء جديد، وفوق كل ذي علم عليم. ما حدا راح يجي أعلم من اللي نزل عليه القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، هو اللي بينا كل شيء كيف نعبد ربنا. من دونه رايحين نضيع زي هسه ضايعين. كل واحد بفكر، واحد بقول لك الكعبة زي صاحبنا هذا، بقول لك الكعبة مش مكانها. الله أكبر، حاملوا الكعبة كلياتها والناس سكتت. والله لو حجر من الكعب نزال إلا الدنيا تنزل عليها أزل. الله حافظ دينه يا عمي، مش بس حافظ كتابه، حافظ دينه. إذا الصلوات خطأ والكعبة خطأ وقبر الرسول خطأ ولبسنا خطأ، وشو كمان في عنا أخطاء، وأحاديث الرسول كلها مزورة وبالناش الكتب كلياتها، شو ضل من ديننا؟ عشان هيك أورجيكم القرآن الكريم شو الدلائل. سورة يونس 89 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هاي لسيدنا موسى وسيدنا هارون، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذا في سبيل الذين لا يعلمون. عشان هيك أحباب الله سورة النحل 101 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وتركوا هاي طريقتي أنا في إيش، في تأويل تعبير يعني تبيان القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية، إحنا ما أنا ما بدل آيات، أنا بأخذ مثلا زي ما قلت لكم هسه بحكي عن موضوع صحيح البخاري، أنا بجيب عن موضوع الذين لا يعلمون. هون جبت الآية هاي، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هناك قبلها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أنا ببين شو سبيل الذين لا يعلمون. سورة العنكبوت 64 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم،
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هسا اللي بعلم إنه الدنيا هاي بس لهو ولعب، وإنه الدار الآخرة لهي الحيوان هي الباقية. نترك الدنيا وما فيها وبنعبد ربنا حق عبادته، لأن الدنيا زائلة. بس أكثر أكثر الناس لا يعلمون. عشان هيك سورة الروم 6 قال وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم 59 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لما الواحد يطبع على قلبه معناته مش راح يؤمن أبدا، هذول بيعلموش. عشان هيك سورة 36 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني قل إن ربي يبسط الرزق يعني يقدر الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق يقلل الرزق على من يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الرزق من عند الله، مش لازم الواحد يعترض على رزقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بتطلعوا هذا كيف صار من بصالح بس يروح يسوي زي بالحرام، بروح وياه على نار جهنم. لو صبر على رزقه كان الله بعطيه الرزق المكتوب له. قلت عليه أحباب الله. عشان هيك سورة الزمر 49 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما يصيب الإنسان ضر بس يدعي رب العالمين، يا الله داخل عليك يا رب داخل عليك. إذا الله نعم عليه بقول هاي بشطارتي، أنا اللي أخذت بعلمي بعقلي، بعرف إن ربنا هو اللي رزقه، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. عشان هيك سورة الزمر 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائبا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. عشان هيك أنا بخاطب اللي بيعلموا، ما بخاطب الذين لا يعلمون، لأنهم والله لو قعدت 100 سنة أحكي لهم مش راح يستفيدوا. أسمي أنا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم أولى أخرى الحمد لله رب العالمين لا يستوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي؟ لا والله ما بيستوي. الذين يعلمون هم أفضل عشان يرفعهم درجات رب العالمين. هسا تعالوا شوفوا الأحاديث. سورة النساء 83 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. شو إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ زي اللي بصير هسه بيجي واحد بيحكي عن البخاري بيذيعوه، البخاري مزور، البخاري حكى كذا والبخاري كذا، بيذيعوه. وإذا بيجيهم شغلة من الخوف بيذيعوها. ولو ردوه إلى الرسول، كيف تردوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول توفى عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل 1400 سنة وينيف من السنوات. بنردوا إلى الرسول إذا ردينا إلى الأحاديث. فهمتوا علي أحباب الله؟ عشان هون ولو ردوه إلى الرسول، ما قالوا ولو ردوه إلى الله. إذن الرسول له أهمية جدا في الإيمان. كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد أن محمد رسول الله؟ إذا أنت تشهد أن لا إله إلا الله وتنكر أحاديث الرسول، إذن أنت ما بتشهد أن محمد رسول الله، أنت خرجت عن الإسلام. اللي عاجبه كلامي حر، واللي مش عاجبه دق راسه بالحيط. هذا كلمات الله مش من عندي أنا. ولو ردوه للرسول، الرسول انتقل للرفيق الأعلى وإلى أولي الأمر منهم العلماء. أولي الأمر مش الحكام الموجودين، أولي الأمر اللي بأمروا بالمعروف وبنهوا على المنكر، اللي بيستنبطوا الأحكام كتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب أجيب لكم آية هون
سورة الشورى 10 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فهمت علي؟ لازم أول شيء برد الأمر لمين؟ لرب العالمين. بعدين اختلفنا فيه. طيب يا أيها الذين آمنوا سورة النساء 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا الذين آمنوا بخطر المؤمنين فقط أطيعوا الله، طيب أطعنا الله، وأطيعوا الرسول بنطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا أولي الأمر منكم ويتركوا منهم أولي الأمر منكم كما بينت لكم أحباب الله. وإذا جاء أمر من الأمن يا والخوة داعبي ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أولي الأمر هذول بيستنبطوا أحكام القرآن وأحكام الأحاديث. عشان يا الذين آمنوا خطاب للمؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، أسعى تنازعنا أنا وصاحب محطة قناتها هو المهدي على موضوع البخاري ما البخاري إنه مضبوط مزور ولا صحيح، فردوه إلى الله، ردنا إلى الله في القرآن الكريم والرسول. طب الرسول توفى، كيف نردوا للرسول والرسول توفى؟ إذا نردوا على ما قاله وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تبيان اللي الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم ما اختلفوا فيه، بده يبيننا احنا اختلفنا نازعنا في شيء فردوه الى الله والرسول. لو قال فردوه الى الله وانتهى الموضوع كان يردوا الى الله ويردوا على القرآن عشان كلمات الله، بس لما قال فردوه الى الله والرسول اذا لابد لنا من اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحاديثه الطاهرة الشريفة. اللي ما برد على الكلام هذا اسمه كبر، ما هو دفاع عن القرآن، والله كبر، لأنه أنا وغيري من المؤمنين علينا طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام. هيك يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف تطيع الرسول إذا الرسول كل شيء منه لاغي أنا رامي ورا ظهري، كيف تطيعوا؟ عشان يا حبيب الله نصيحة لله ولصديقي هذا وأخي، وبتمنى أن الله يهديني ويهديه إلى أقرب من ذلك رشدا. في خلاف بينه وبينه في مواضيع، بس قلت رأيه بإذن الله الله راح يهديه، لأنا بدعيله بالهداية وأعلم أنه بدعيني بالهداية، بس في أمور زي هاي صعبة صار واحد بقدرش أسكت، ما بقدر أسكت. ولو ردوه أمره وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وداعوا به ولو ردوه إلى الرسول، هو نكمل وإيش وإلى أولي الأمر، لأن الرسول توفى بظل أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النحل 43 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لا بد لنا أن نسأل أهل الذكر في الأمور اللي ما بنعلمها، من أن الرسول كان رجل، كل الرسل كانوا رجالا يوحي الله إليهم، إلى أي شيء آخر لازم نسأل أهل الذكر، ما بنسأل هذا المقرن اللي طلع لي هذا بعرفش الله سبحانه وتعالى وين حاطه، ومرة مسفرة واحد عراقي بس قاعد بدور على شيء ضد الإسلام مشان يدمر السنة وأهل السنة. أنا قلت لكم أنا مسلم، لا أنا من أهل السنة ولا من الشيعة، بس أنا بحكي كلمة الحق وما بتخلى عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان هيك ما
دقيقة بس أجيب لكم آية خطط ببالي هسا. سورة الجاثية 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذول اللي بكفروا بالقرآن إذا شايف بس يعلم من آياتنا في شيء يعني مثلا إيش حتى إيش حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة فصاروا يستهزئوا الناس الشمس تغرب في عين حمئة شو هي كرة لو كانوا يعقلون. فهمت علي أحباب الله نفس الشغلة بتمسكوا بس رضاعة الكبير بتمسكوا بس آية النسخ اللي أخذت المعزة شو هالحكي هذا اسمه منتهى الفجر. لقيت أربع خمس أحاديث خطأ ندمر كل السنة عشان أنت عقلك هيك شايف إن شاء الله أنا بحكيش عن صاحب قاتل أنا بحكي عن الجميع لأني بتأكد بإذن الله صاحب قاتل هو المهدي بإذن الله الله يهدي طريق الصواب لأنه ما شايف فيه خير بس بحاول ويبحث عن الخير بطريق خطأ طريقه خطأ لفهم الدين وهاي أنا مني وكرجل الله أعلم قديش عمره بس أنا كرجل والله يا أحباب الله لا أخشى في الحق لو ما تلائم حاس من قلبي أنه هذا الرجل اللي يكون فيه خير بس يبعد عن هاي الفتن وما ينكر السني لأنه والله بدون السني ما بنعرف القرآن وتركوا درست القرآن 26 سنة والله بدون السني ما بفهم القرآن شو معناته ساعدتني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لفهم القرآن الكريم لأنه ما بفهم القرآن أكثر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو قدتنا وأسوة حسنة نتخذه فكان يتلو في بيته من آيات الكتاب والحكمة هو اللي علمنا الحكمة وعلمنا كيف ديننا وكيف نشرب ونأكل وننام وكيف الزواج وكيف الطلاق وكل شيء صحيح نزل على القرآن وفي القرآن آيات بينات في أخرى متشابهات في ناس من ضلوا من القرآن بدأوا يهتدوا عشان أحباب الله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم عذاب مهين مش أليم بس مهين. طيب سورة الجمعة 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قديش في ناس ما بروح على صلاة الجمعة لأنهم لو بيعرفوا أنه له هذا خير لهم إن كنتم تعلمون ما بيعلموا هذا سبيل الذين لا يعلمون ما بروحوا صلاة الجمعة. سورة البقرة 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هالناس كلها العالم بتصلي باتجاه القبلة وبتصلي الصلوات الخمسة وبتعبد الله حق عبادته ومؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلهم ما بيحلفوا يمين انه صحيح البخاري منزل زي القرآن الكريم. هذا اللي بيحلف على انه صحيح البخاري كله كامل صح بكون هذا انسان جاهل وما بيعرف الدين. فيش شيء الا بخطأ الا رب العالمين. رب العالمين قال ورسولنا قالها كل عباد الله خطائين وخير الخطائين التوابين. فهمتوا علي؟ كل عباد الله. سورة البقرة 118 من الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية والله إني حكيت قبل ما أصلي وأعبد ربي كنت لا أعلم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. مين أنا إنه الله يكلمني؟ شو بفكر حالي زي سيدنا موسى عليه السلام؟ ومين الله يعطيني آية؟ الله كل آيات الله أمامنا كتاب وكل آياته أمامنا بحاجة أكثر من هيك إحنا؟ بس اللي ما بيعلم بيقول إيش في طريقه الجهل والظلمات بس يعلم اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. أنا علمت أنه لا إله إلا الله وعلمت أنه أنا مخطئ ولازم أستغفر لذنبي والاعتراف في الخطأ فضيلي. عشان هيك سورة المائدة 104 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هاي قدامكم دلائل
سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلائل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لما تشوف في خطأ مثلا، زي أنا مثلا نزلت أشرطة وحكيت أنه المهدي رسول، هاجموا للعالم كلياته، شو بقول لهم أنا؟ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. شو قالوا؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لا، المهدي مش رسول، ما حدا حكاها. طب يا عم أنا بجيبكم آيات قرآنية ومش دليل، صرت منزلكم 10,000 دليل. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نفس الشغلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي موضوع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، طب كان استكفينا. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هون بيعرفوا هذا الكفار. بس هنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله اللي هو القرآن وإلى الرسول اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هاي آيات دلائل عمي من القرآن الكريم، أجيبكم إياها. اللي عنده دين وعلم والله يعلم اللي بقول الحق، ما بنقدر نستخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنضيع. بنضيع. كيف الواحد بده يتزوج؟ مين علمنا كيف الزواج؟ زواجنا باطل يعني كمان؟ ما هي من سنة الرسول، هو اللي علمنا كيف الزواج، علمنا كيف نربي أولادنا، علمنا كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نلبس وكيف نتقي الله في كل شيء. هنا سورة الأعراف 187 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب هنا عن الساعة، بس أشراط الساعة مين بين لنا إياها كلها؟ اللي أنتم بتآمنوا فيها، منها طلوع الشمس من المغرب والدابة اللي بتكلم الأرض. طب طلوع الشمس من المغرب موجودة بالقرآن الكريم؟ موجود ثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، مذكورة اللابسات الكاسيات العاريات تطاول البنيان، كل العلامات الصغرى والوسطى والكبرى كلها أحاديث الرسول، من عرفناها؟ كلها حصلت. حصار العراق وحصار الشام وحصار مصر حصل ولا ما حصل؟ بتنكروا أنتوا اللي بيعجبكوا وبتأخذوا اللي بيعجبكم مش، يعني بتأخذوا اللي بيعجبكوا واللي ما بيعجبكم تنكروا. وفي ناس بدهم ينكروا كل شيء، إما بتأخذ السنة كاملة إما بتتركها كاملة. فهمتوا علي يا أحباب الله؟ أنا ما أخذ السنة كاملة، اللي بشوفه بخالف القرآن بالمعنى ما بنكره وبتركه عجال، ما بشتغل فيه. بس أي شغلة بتطابق القرآن أو ما عندي علم إنه بتطابق أو ما بخالف بظل متمسك فيها. هنا الحكم كتاب الله، لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يكون متمسك بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس مش أي واحد بقدر يسويها هاي، بس اللي عنده علم، العلماء اللي عارفين القرآن، أهل الذكر اللي بيستنبطوا الأحكام. عشان هيك بسورة التوبة 93 قال تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أحباب الله، اللي ما بيعلم بظن حاله عالم، زي المجنون بتروح عليه تقول أنت مجنون، يقول لك لا أنت مجنون. أي واحد عنده عقل وبدرس السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبطابقها على القرآن بلاقيها 99.9% مطابقة، يمكن 1 بالألف مخالفين فيها. هسا زور التوراة وزوروا الإنجيل، إلا يكون في حدا بيشتغل يزور. فهمت علي؟ بس مش كل إشي مزور. صحيح البخاري في علماء كثيرين درسوه، روحوا الحديث اللي أنت مش فاهمه قبل ما تحكم عليه، اسأل علماء الأحاديث، العلماء الموجودين في عصرنا، أهل الذكر الموجودين في عصرنا. قول والله أنا شايف الحديث
مش داخل مخي. بين لي اياه وضح اياه، خلي يبين لك. ممكن العالم ذاته يقول لك هذا حديث فيه شك غير صحيح، حتى لو صححه البخاري، لان البخاري قلت لكم صحح بس بالعلوم علم الرجال، وهل حديث انه الرجال كانوا متواجدين في نفس الزمان ولا لا. فهمتوا علي يا احباب الله؟ وانهم غير هيك اخذ مصدرين مش مصدر واحد وترك الباقي. كثر الله خيره وجزاه عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، اللهم اجعلهم في أعلى درجات الفردوس يا أرحم الراحمين. نيجي ننكرهم كلياتهم بس عشان شفنا حديث ما دخل مخنا، أو في حديث من فخر وإحنا إهانة. لا أحباب بالله، نصيحة للجميع وخاصة إلى صديقي وأخي صاحب قناة هو المهدي، تراجع عن هذا الشريط وزيله، لأني أنا جبت لك الحق وانت ما جبت لي الا ناس شاهدين مزور. ما حكوا لحد، جابوا لك حديث واحد انه انكر ابن مسعود، او مش ما انكروا، هو ما حكى انكروا، بس ظلوا متوصلوا يبحثوا من كان من كتاب لكتاب لكتاب لما قالوا انه ما كان يظنهم من القران. هل حكى ابن مسعود هذا الكلام بنفسه لسانه؟ هل هناك شهود من الصحابه شهدوا انه قالوا؟ قلت لكم البخاري جاب حديث منقول من طرفين، وشاف الرجال صادقين، وشاف ما دور على المضمون. فإذا بتدور عند بعض العلماء بتلاقي بعض العلماء يمكن هذا الحديث من عندهم ما صححه. فإذا الله أعطانا العقل نحكم عقلنا، وكيف ميزان العقل؟ كتاب الله وسنة نبيه، وبنشوف الحديث ها في اختلاف في طبق، نقول آه والله هذا حديث، بس مش الجهال، مش الذين لا يعلمون، ومش الناقصين بالعلم، ولا ما عندهم معرفة ولا عندهم تجربة، بس فطاح العلماء. فهمت علي يا احباب الله؟ اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم اني مؤمن بكتابك القرآن الكريم انه حق من عندك نزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤمن باحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي قالوها العلماء، في منها خطأ وممكن في منها مزور، بس أنا مؤمن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تطابق كتاب الله وتبين كيف شرائع العباد وطرق العباد اللي ما فيها ضلالي. اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد. وأنا بريء من كل واحد يتبرى من كل الأحاديث أو من كل كتب الصحابة وكتب إيش العلماء اللي اجتهدوا وتعبوا يتبرأوا منهم مرة واحدة وقول لك بس باخذ القرآن لحاله. أنا والله ليس منهم بشيء، أنا مش من القرآنيين اللي بس بقبل القرآن وبهجروا السنة. اللهم اشهد فاشهدوا وكونوا معاي من الشاهدين يوم القيامة. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.